مرحبا بكم في حلقة جديدة من صالون أصوات. اليوم مع استبوج مع أبو العياط، هو عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط سلة القنيطرة، عضو المجلس البلدي بالخبيسات، أيضا الكاتب الإقليمي للاتحاد العام للمقاولات والمهن، عضو المكتب التنفيذي، نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، منسق الجهوي للرباط. مرحبا بك استبوج مع أبو العياط. شكرا جريدة أصوات، مرحبا بكم في مدينة الخميسات ورمضان كريم. شكرا لك. بداية، هل ممكن يعني تحدثنا عن مسيرتك النقابية والسياسية؟ المسيرة ديالي النقابية وحتى السياسية فحال جميع النقابيين اللي مروا وجميع السياسيين اللي مروا، التجربة ديالتنا بدأت في العمل الجمعوي أولا، مراها العمل النقابي، من بعد العمل السياسي. وفي العمل النقابي بديت كعضو داخل الاتحاد العام، عضو بسيط بحال جميع الاعضاء، نظرا لمجموعه من المشاكل اللي كان كيعرفها القطاع، وخصوصا انا ولد القطاع التجاري، عندي محل تجاري، كانت عندي غيره على هذا القطاع، وانخرطت في الاتحاد العام مقاولات والمهن تقريبا هذه 16 سنة أو 18 سنة، وأنا معهم بديت من مكتب محلي، مكتب إقليمي، عضو مجلس الوطني، واليوم الحمد لله عضو مكتب تنفيذي. كنشتغلوا وكنخدموا على أساس أن نحاولوا نحلوا واحد المجموعة ديال المشاكل اللي كتعرفها القطاعات التجارية أو حتى الخدماتية داخل الإقليم. من هنا بدات هكذا بدات الفكره ديال كتكون وكتكبر ديال النقابه. من بعد جات الفكره السياسيه، لان دائما كاين بعض المشاكل اللي ما كتقدرش انك تغلب عليهم في ميدان النقابي، كتحاول تلجأ للسياسه، وهذه هي الفكره اللي عطاتنا اننا من النقابه نمشيو نفكروا شويه في السياسه، باش المشاكل والصعاب اللي ما قدرناش نحلوه في الميدان النقابي نحاولوا نحلوها في الميدان السياسي، خاصة على صعيد المجلس الجامعي لجامعة الخميسات. ممكن لاحظت بأنه يعني ممكن أنه يكون هناك تأثير السياسة على النقابة أو تأثير النقابة على السياسة؟ إلا كنا كنحترموا الاختصاصات وكنعطيو القيمة وكنحبوا العمل اللي كنقوموا به، أكيد ما غيكونش خلط، صحيح، وما غيكونش تأثير. الحالة النقابية في المغرب كيفاش كتشوفوها؟ الحالة النقابية في المغرب، انا ما نقدرش نهضر على النقابات الاخرين، لان ما كنعرفهمش كيفاش كيفكروا، ودائما كل واحد كيخدم بطريقته. بالنسبه لينا حنا في الاتحاد العام، الحمد لله غادين وكنكبروا، واللي يعلم الجميع ان اول نقابه في المغرب مهنيه هي الاتحاد العام مقاولات والمهن، اللي تأسست في 1957. كيف هي الحالة الاقتصادية بالخميسات؟ الحالة الاقتصادية انطلاقا من تشخيص الوضع الاقتصادي بإقليم الخميسات، كيتضح أن جميع القطاعات كتعرف مشاكل وصعوبات. هذه الصعوبات أدت إلى إغلاق واحد العديد من الوحدات، سواء التجارية أو الإنتاجية. من جهة أخرى، تراجع حجم الاستثمار بشكل ملموس، هذا الشيء اللي خلى ضياع عدد كبير من ساعات العمل وانكماش الرواج الاقتصادي هنا بالإقليم. بالنسبة لرمضان نفس الحالة اللي كاينة، يعني ما تغيرتش بعد. بالنسبة للفترة ديال رمضان، إلا كنا غادي نربطوها بفترة الحجر الصحي أو لا الفترة ديال الكورونا اللي كانت بدأت في 30 مارس من العام 2020، طبيعة الحال كاين تراجع كبير، لأنه كاين إغلاق مجموعة من المحلات التجارية باستثناء الخضار والمواد الغذائية اللي كانت عرفات افتتاح محلاتها، ولكن في واحد وقت كان محدد، يعني ماشي الوقت المعتاد، رغم انهم خدموا وفتحوا المحلات ديالهم، الا ان المعاملات ديالهم تراجعوا بنسبه كبيره. يعني بالنسبه للمحلات اللي كانوا سادين بحال الملابس الجاهزه، بحال كذلك المقاهي اللي اليوم مازال كيعانيوا، كذلك الحمامات، المطاعم، قاعات الحفلات، الفنانين، الممولين للحفلات، هذه القطاعات كاملين
اللي لحد الساعه مازال كتعاني وما عندهاش شي تعويض اللي ما دارتش ليها الدد ولا ما دارت ليها شي واحد التعويض اللي ممكن انه تستدرك الفتره ديال التوقف ديالها. بالنسبه للمحلات كذلك ديال الملابس الجاهزه، الكل كيعرف ان الملابس الجاهزه عندها مشكل اللي هو انها كتخدم بالموسميه، يعني فصل الصيف الشتاء والربيع، والمحلات التجاريه كما قلت لك في مارس 2020 هذيك الفتره اللي كان فيها الاغلاق الشامل لجميع المحلات، والاغلبيه ديال اصحاب الحوانت كانوا تقداو الملابس خصوصا فصل الشتاء وبقات في المحلات ديالهم تراكمه مده ديال 3 شهور 4 شهور. وكتعرفي الانسان فاش كيتقضى راس المال اللي عنده راه خلاه، وتاثروا بالفعل تاثروا بهذا الاغلاق اللي كان شامل. كان سمعنا كاع بعض المحلات التجاريه الفيران كانوا لهم الحوايج يعني ما تعوضوش. كذلك كاين المشكل اللي عنده العمال، انت كنشوفوا الناس سدات 3 شهور وهي سده ولا 4 شهور، وذاك العامل ما يمكنش انه يضيعه اللي خدم عنده مده ديال سنوات كان كيتقاضى الاجر ديالو واخا سد. كاين المشكل ديال الكرا، حنا كنعرفوا المحلات ديال الكرا حاليا كتعرف واحد الثمن كبير، يعني مول الكرا ما كانش كيسمح في الكرا ديالو. المشكل اللي كاين الضريبه ديال الاستغلال الملك العام، ديال كانت الضريبه ديال المشروبات الغازيه بالنسبه للمحلبات وبالنسبه للمقاهي كذلك، هادو مجموعه من المشاكل اللي عرفها القطاع بصفه عامه التجاري. كاين مشاكل اخرى اللي كنعرفها القطاع الخدماتي بحال الطاكسيات، لي بيتي طاكسي، لي غرون طاكسي، النقل المزدوج، هاد الناس هادو كذلك اللي حتى هما عانوا في هاد الفتره ديال الحجر الصحي وما كانش عندهم كذلك هما تعويض. يعني هاد القطاعات كاملة حنا الا نهضروا على الوضعيه الاقتصاديه ديال الخميسات هي وضعيه اقتصاديه هشه. علاش؟ كاين اشكال ديال المنافسه الغير الشريفه من طرف تجار الرصيف، اللي اليوم كتلقى تجاره الرصيف ولات كتكثر رغم المحاولات ديال السلطه المشكورين اللي كيديروا واحد المجهود كبير وداروا واحد اسواق نموذجيه وثبتوهم، ولكن رغم هذا العمل ديالهم الناس مازال كتكثر. اليوم كتدخل 100 كتخرج لك غدا واحد 60 اخرى و50، هذا الشيء الله يحسن العوان ديالهم، حتى هما راه خصهم البديل. لان كنعرفوا حنا في خميسات كانت عندنا واحد المنطقه صناعيه، كانت عندنا منطقه صناعيه اللي تحولت لواحد الطرف كبير فيها، تحول المنطقه سكنيه واحد المنطقه اللي بقات شويه ردوها المنطقه ذات انشطه اقتصاديه، وللاسف حتى الانشطه الاقتصاديه ما كايناش لحد الساعه. كاين كذلك مشت المقاولات اللي كان بدا كندشلو صاحب الجلاله فاش كان ولي عهد الله ينصرو، اليوم لحد الساعه مازال كيعرف واحد المجموعه من المشاكل. يعني هاد المشاكل هادي كون تفتح المشاكل، واش رجع لسوء التدبير ديال المجلس البلدي ام الى شيء؟ بطبيعه الحال سوء التدبير، وهاد المشاكل ماشي غير المجلس البلدي، حتى الناس اللي استافدوا ما داروش ما احترموش فتره التحملات. يعني مشاكل ماشي ما نقدروش نحملوا المسؤوليه البلديه 100%، واخا عندها النسيب الاكبر كذلك الناس اللي استافدوا. كاين وضعيه اليوم فاش كنمشيو كنبغيو نحلوا دوك المشاكل كنمشيو للمجلس البلدي كيقول لك الناس ما خلصوش الكرا، كتمشي عند دوك الناس كيقول لها حنا خصنا تفوت المجلس البلدي يفوت لنا. يعني كاين واحد المجموعه ديال المشاكل اللي ربما الا تفتح واحد النقاش وتفتح واحد الحوار جادو كانت الاراده، ربما انا كنعتقد ان هذه المشاكل هذه غادي تحل. خص تكون الاراده وخص تفتح نقاش. انت كعضو المجلس البلدي للخميسات، شنو الاجراءات من اجل القلع اللي قمتوا بها من اجل الاقلاع الاقتصادي في الخميسات؟ اولا احنا عضو في المجلس البلدي في خميسات كنتمي للمعارضه، الكل كيعرف ان المعارضه الصوت ديالها ما كيكونش مسموح 100%. وانا كنفتخر بالتواجد ديالي في المجلس البلدي وفي الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات لجهه الرباط سلال القنيطره، وغادي تعرفي علاش انا قلت لك هاد الكلمه هادي. انا رئيس لجنه الشؤون الاقتصاديه والاجتماعيه داخل الغرفه الجهويه بالرباط، وخدمت على واحد المجموعه ديال المشاريع على اساس اننا ندير واحد منطقه اقتصاديه او منطقه صناعيه داخل المدينه اللي حاولوا الشباب انه يشتغل فيها ويخدم، بما انني شاب جاتني الغيره على الشباب، هادشي اللي خلاني انا نشتغل في هذا الميدان. لكن للاسف لقينا بعض العراقيل. اولا المشكل اللي كاين هو انني كنتمي للمعارضه، هذا هو المشكل اللي كاين.
وللاسف هذه القضيه هي هذه القضيه هذه كنتمناها ان ما تكونش في جميع المجالس، يعني من مور انتخابات ينساو الصراعات السياسيه، انهم خصهم يفكروا ما هو مصلحه ديال المدينه وما هو مصلحه للشباب ديال المدينه. كانت عندي فكره انا واحد مجموعه من الاخوان داخل الغرفه ديال التجاره والصناعه والخدمات، ودرنا عليها واحد مجموعه من اللقاءات سواء داخل المدينه او في الرباط في الغرفه الجهويه، وقنعنا رئيس الجهه على اساس اننا نديروا واحد الشراكه ما بيننا وبين المجلس البلدي هذا المشروع بناء على واحد الكونترا بروغرام او البرنامج التعاقدي اللي دارته وزاره التجاره والصناعه والخدمات مع الغرفه الجهويه. في نفس الوقت كنا بغينا ندخلوا الغرفه الجهويه مع المجلس البلدي. هذا البرنامج التعاقدي هو كيقول لك ان المجلس البلدي او المجلس ديال المجلس الاقليمي انهم يدخلوا شركاء في هذا المشروع ديال خلق منطقه زون داكتيفيتي ايكونوميك او زون داكتيفيتي اندستريال. او لا في نفس الوقت فكرنا في دي هونغار، لان كنعرفوا الرباط ولا ما بقاش فيها وعاء عقاري، ما بقاش فيها فين، ما بقاش مساحات اللي ممكن تستغلوها لهاد لي هونغار. هادو هاد لي هونغار الدور ديالهم شنو هما؟ هي الناس السلعه اللي كتدخل من برا كتبقى واحد المده في لا كتبقى واحد المده كبيره في البور. هاد المده كبيره اللي كدوز دونك اللي دخلها كيخلص واحد الثمن باهظ. حنا فكرنا على اساس ان هاد الوقت اللي غتدخل للميناء الميناء تحول مباشره لهاد لي هونغار اللي كنا بغينا نحاولوا انهم يداروا هنا في خميسات، وغيتكراو بواحد الثمن. اولا غيكون فيها مدخل المجلس البلدي، غيكون فيها مدخل الغرفه، لان هذا هو الهدف من الكونترا بروغرام اللي دارته الوزاره. ثانيا غيكون عندنا مجموعه من اليد العامله اللي غادي تستفد من هذه القضيه هذه. للاسف ما نجحناش باش نمشيو في هذا الطرح. كذلك الوعاء العقاري حتى هو من بين الاسباب اللي خلتنا اننا نفشلو وما نمشيوش بعيد، واخا ما فقدناش الامل، مازال عندنا الامل، مازال كنطلبوا اننا هذه الفكره ديالتنا ننجحوا، لان انا مولف ما كنفشلش في الافكار ديالي، ما عمري ما فشلت وكنبقى عندي طموح. لان وقت لك الوعاء العقاري ما لقيناش هنا في خميسات، كاين ارض وحده اللي كاينه هي خاص ديال الخواص. هاد الارض ديال الخواص ما عرفناش الصحاب ديالها واش غيجزئوها، التكلفه يعني واش القيمه ديالها تصلح اننا نخدموا هذه المجموعه ديال المشاريع. دونك اش كنتسناو؟ كنتسناو اننا نمشيو في الفكره ديال خلق شراكه مع الجامعات القريبه من جامعه الخميسات. واتصلت ببعض الجامعات اللي كانت قريبه، والساده الرؤساء ديالهم مشكورين اللي تقبلوا الفكره وبغاو يمشيو معنا في هذا الطرح. كعضو يعني نرجع لك كعضو يعني منتخب المجلس البلدي في الخميسات، شنو هي رسالتك للمنتخبين يعني في الانتخابات المقبله؟ اولا الرساله ديالي راه ربما راه اشرت ليها، الرساله ديالي هي اللي غنوجه للاعضاء اللي غيجيو سواء حنا كنا او الاعضاء اخرين، هو انه اول حاجه تفكير في المصلحه ديال المدينه، تفكير في الشباب ديال المدينه. ثاني حاجه وانه المشاكل السياسيه او الصراعات السياسيه ما تكونش، يعني مباشره من مور النجاح خصنا نساو الاحزاب نخليوها في داخل المقرات، ولكن داخل المجلس البلدي الهم الوحيد اللي خصو يكون هو نفكروا في الساكنه، نفكروا في مشاريع، نفكروا في المدينه. علاش؟ لان احنا تقريبا دابا انا كنهضر معك، انا عندي تقريبا 45 سنه راه غادي، ولكن عندي الابناء ديالي وكاين ناس اخرين عندهم اولاد ابنائهم، يعني التجربه اللي مرينا منها وهاد المعاناه اللي عشناها اليوم ما خصش ولادنا يجيو يلقاوها. خصنا اليوم نصوبوا الطريق للشباب ديال المدينه، وخصنا نصوبوا الطريق للمستقبل ديال المدينه. هذه هي الرساله ديالي اللي كنبغي نوجهها. بحديثك عن الاحزاب السياسيه بغيت نسولك سؤال، الحاله الحزبيه الحاله الصحيه للحزب ديالكم؟ الحمد لله الحاله الصحيه ديال الحزب ديالنا كيف كتشوفوا بالنسبه لينا هنا في خميسات. انا كنعمل ككاتب فرع المحلي ديال الخميسات وعضو مجلس الوطني. ممكن تقول لنا الحزب ديالك؟ ما كاين حتى شي مشكل، انا كنتمي لحزب استقلال. مرحبا.
بغيت نسولك سؤال يعني حول المقاطعة، يعني الصراعات اللي قائمة داخل الأحزاب السياسية ربما أثرت على المتلقي وعلى المتفرج وعلى اللي يعني متعاطف مع الأحزاب السياسية، على أنه اليوم كاين واحد الظاهرة اللي هي خطيرة جدا وهي ظاهرة المقاطعة واللي تزادت مع أزمة كورونا. كيفاش ممكن أنه أنت يعني كفاعل سياسي وجمعوي ونقابي كيفاش ممكن تجاوز هذه الأزمة هذه؟ أولا هذه القضية ديال المقاطعة راه ما جاتش غير هكاك. اليوم الأغلبية ديال الشباب دابا اللي وصلوا 18 20 22 24 سنة، هاد الشباب هادو عاشوا واحد جوج ولايات ديال الحكومة اللي كانت فاشلة. بطبيعة الحال فاش كيشوفوا هاد الولايات، لأن الوقت اللي فاق على جوج ولايات فاشلة، فاش كيشوف هاد الولايات دازوا هكا كيقول لك كيف قد الثقة في السياسيين. يعني اليوم اللي خصو يكون تواصل، وهاد التواصل حنا كنخدموا به هنا داخل حزب الاستقلال في خميسات، كنخدموا بتواصل، كنخدموا بواحد المجموعه بالبرامج وفي نطاق التنظيمات الموازيه ديال الحزب. يعني كل تنظيم وكيدير الدور ديالو. يعني اليوم الا خرجنا حنا للشارع وبسنا مع الناس وعطيناهم الحقائق والحصيله ديال كل حزب وشنو كيديروا الدور ديالو، ربما نقدروا تغيير الفكره. ممكن يعني اليوم حنا ما خصناش نبقى نهضروا ونربعوا يدينا، خصنا نهضروا ونخرجوا للشارع ونجلسوا مع الناس ونتواجهوا ونعترفوا. الا درنا اخطاء نعترفوا بالاخطاء، لان اليوم الا ما كنتيش كتعترف بالاخطاء ما غتبداش من جديد وتصلح. وخصنا نسمعوا للناس، يعني حتى واحد ما كيعرف المشاكل اللي كيعيشها واحد اخر. اليوم الا كنا كنتصنتوا للناس وشدينا بيديهم، ربما اننا غادي ننجحوا وما غتكونش المقاطعه. ملاحظ أن تأثير مواقع يعني مواقع التواصل الاجتماعي مؤثرة جدا، لأنه اليوم الشباب يتنفس عبر هذا الفضاء الأزرق، عبر التويتر، عبر الفيسبوك. كيفاش ممكن أنتم يعني تخرجوا؟ حاليا كاين واحد التوجه نحو الحزب الرقمي، شنو يعني الإجراءات اللي درتوا أو يعني المبادرات اللي درتوا باش أنكم تكونوا على واحد المسافة قريبة جدا من هاد الشباب اللي كيتعاطى الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي يعني بصفة عامة؟ اولا بالنسبه للمواقع التواصل الاجتماعي، فيه الناس اللي كتبغيك وفيه الناس اللي ما كتبغيكش. الناس اللي كرهها راسها اصلا حقدة على الوضع، وكما قلتي كاين الناس اللي حقدة على الوضع وكاين الناس اللي باغي تهضر وصافي. بالنسبه لينا حنا داخل الاتحاد العام مقاولة المهن وداخل الحزب، عندنا مواقع ديالتنا خاصة. في الاتحاد العام كنشرو فيها جميع الاجتماعات وكنناقشوا فيها جميع المشاكل اللي كيعيشها القطاع، سواء عبر مجموعة واتسابية أو كذلك على صعيد الفيسبوك. من خلال هاد اللقاءات ديالنا كنظن أنه تقريبا 50% ولا حتى 60% ديال المشاركين في هذه المواقع كنعملوا الطريقه ديال التواصل. وهاد التواصل هذا كما قلت لك كاين واحد الفئه اللي ما كترضاش، اللي ما كيعجبهاش هذا الشيء، ودائما راه كتجي كتلقاها كتسب وتهضر، وهذاك الشيء من حقها. راه كما كيقولوا النبي ما كانش عليه الاجماع، عاد حنا يكون علينا الاجماع. دونك وما كيقلقناش، داك الشيء عادي بالنسبه لنا، حنا راه عارفين. اللي مهم هو اننا نشتغلوا مع الناس اللي راضيه بالعمل اللي كنقوموا به، وفي نفس الوقت الناس اللي تايقه فينا وكتجي عندنا ونحلوا ليها المشاكل ديالها. الا حنا كل واحد من الموقع ديالو خذا واحد الفئه واحد المجموعه وحل المشاكل ديالها واستقطبها وخدم معها، كنظن ان كل شيء غادي يتكدل الحمد لله. ان شاء الله في نهايه البرنامج عندنا واحد العرف ديال مجموعه ديال الشخصيات كنعطيوهم يعني باش تجاوب عليهم في عجال. سيد نزار بركه. سيد نزار بركه، سيد امين العام ديالنا ديال الحزب. اول لقاء ديالي مع السيد نزار بركه كان فاش كان وزير الماليه. ديك الوقت انا كنت عضو مجلس وطني ديال الاتحاد العام مقاولات المهن، وفي اطار الدردشه اللي كانت بيناتنا من مور واحد اللقاء كان في الدار البيضاء، كنت طرحت عليه واحد المجموعه من المشاكل، والحمد لله استطاع انه يحلها ليا. من تما كان عندي
كنت كنعرف بلي السيد نزار بركه هو رجل المرحله. السيد عبد الاله بن كيران رئيس حكومه اللي دوز واحد الولايه ديالو متذبذبه فيها بعض الاشياء اللي كانت مزيان وفيها بزاف اللي ما كانش في الصالح. يعني واخا دار شويه مزيان وبزاف ماشي مزيان نتفكروا ليه داك الشويه اللي مزيان اللي دار. السي سعد الدين العثماني. سعد الدين العثماني الولايه ديالو اكفس من سي عبد الاله بن كيران. على الاقل كون بقى سي عبد الاله بن كيران داك الشويه داك اللي كان زوين يزيد عليه شويه اخر وكون تحسنات الوضعيه. السي شباط. الاستاذ شباط مناضل من المناضلين ديال الحزب اللي دوز واحد المرحله كذلك مرحله ديالو كانت ناجحه داخل حزب الاستقلال. نجا تعتابو فنانه بنت خميسات اللي في الحقيقه كانت سوبها ودائما كنا كنتبعوها وشرف كبير انها كتنتمي لمدينه الخميسات. ندوز لك نتايا سي بوجمعه بالعياض. بوجمعه بالعياض ما قدرش نهضر على راسي. شخصيه متواضعه يزداد جوج تسعود 1977 بمدينه الخميسات. قريت في هنايا في خميسات مع طبقه العاديه وجد متواضع وخادم والباب ديالي ديما مفتوح لجميع الاصدقاء وحتى العديان كذلك. شكرا لك سي بوجمعه بالعياض على هذه الاستضافه وكنتمنوا لك مسيره موفقه في النقابه وفي العمل السياسي. مرحبا بك دائما وابدا في جمال اصوات. شكرا ومرحبا بكم كذلك مره اخرى لكن واحد مجموعه البرامج اللي قادين اننا نوضحوها للساكنه وحنا دائما في الخدمه. شكرا.